طيب نبص على مثال ازاي نحسب الراديشن اللي خارجه في اتجاه معين وازاي نشوف السوليد انجل ده. فده اكزامبل 12.3 في الكتاب. ففي الاكزامبل ده انا عندي اريا صغير قوي A1 دي 3 سنتيمتر سكويرد بيطلع منها راديشن عند تمبرتشر 600 كلفن. طبعا هي بتطلع في كل الاتجاهات اوكي، بس انا عندي جسم لي سيرفيس اريا A2 بخمسة سنتيمتر سكويرد تمام. فال A2 دي شايفين هو الورينتيشن بتاعها مختلف، فهو لو احنا وصلنا ما بين النص هنا والنص هنا هنلاقي ان الاريا ان الانجل دي ثيتا 1 دي ب 55 درجه كويس. والاريا دي برضو ايه مش يعني الانسيدنت لاين ده مش عمودي على الاريا دي، ففي هنا برضو ثيتا 2 دي ب 40 درجه اوكي. فهو ده الجيومتري بتاعت المساله. طيب عايزين نعرف ايه بقى؟ عايزين بيقول determine the solid angle subtended by A2 when viewed from A1. يعني أنا لو بصص من A1 في solid angle عند A2 كده عامل كده أوكي. فالsolid angle اللي هي D أوميجا بتساوي area normal أو هي كده normal كده على ال R squared. المسافة دي نسيت أقول إنها 75 سنتي على R squared. فلأن الـ areas دي صغيرة قوي مقارنة بـ R squared، فممكن نقول تقريباً إن الـ angle اللي أنا عايز أجيبها هي بتساوي normal area على R squared. فالـ normal area هي A2 في multiplied by cosine theta 2 عشان هي تبقى الـ projection على normal، يعني أقسمها على الـ R squared يبقى أنا كده جبت الأوميجا، وده اللي موجود هنا في الكتاب أهو. 5 squared او 5 سنتيمتر سكويرد في كوساين 40 على 75 سكويرد، فنقدر نجيب الاوميجا دي اللي تطلع 6.81 تايمز 10 تو باور ماينس 4 ستيريديان. اليونت بتاع السوليد انجل اسمها ستيريديان بدل راديان يعني. طيب يبقى كده جبنا اول حاجه. تاني حاجه عايزين بقى الريت ات ويتش راديشن اميتد باي اي 1 سترايكس اي 2. هنا خارج راديشن الريت اللي بيخش في اي 2 اللي جاي من اي 1. طيب الاول نجيب الانتنسيتي، اول خطوه نجيب الانتنسيتي بتاعت الراديشن. فالانتنسيتي اوف راديشن هنفترض انها خارجه في كل اتجاه متساوي، فهي بتساوي الاميسيف باور لو هو بلاك بودي عند التمبرشر بتاعتنا اللي هي تي 1 مقسومه على الباي، وزع على اساس انها خارجه في كل الاتجاهات بشكل متساوي. ودي سهله ان انا اجيبها لان انا عارف دي كده اسمها اميسيف اي تمام اللي خارجه من 1 من جسم 1. فتمبرشر وكانت 600 يبقى سيجما في تي باور 4 على باي، والتي طبعا هتبقى بالكلفن 600، فطلع هنا 202.339 وات بير متر سكويرد اوكي. فده فلكس مقسوم على السوليد انجل بير ستريديان، فدي الباور اللي خارج بير اريا، اريا خارج منه وخارج من الاريا دي كلها بير سوليد انجل. فلو انا عايز اجيب الكيو دوت 1 2 يبقى اخد الانتنسيتي واضربها في الاريا واضربها في الانجل اوكي. بس اني اريا بضربها في الاريا دي بقى تمام، الاريا دي بس مش الاريا دي النورمال على الاتجاه الخط، ما نفس الكلام برضو. فانا لازم الاريا دي اضربها في كوساين ثيتا 1، فيبقى بتساوي I اللي انا خارجه من جسم واحد multiplied by A1 cosine theta 1 وكده الاريا multiplied by الانجل اللي هي الاوميجا اللي احنا حسبناها من الجزء الاولاني. يبقى اذا الكيو دي هتبقى 2339 دي انا جبتها من هنا multiplied by A1 3 سنتيمتر سكويرد، لازم طبعا تظبط اليونتس، multiplied by cosine 55 ديجري multiplied by الانجل اللي هو 6.81 10 اس ناقص 4. يبقى كده نقدر نجيب الكيو 1 2 وتطلع 2.74 10 اس ناقص 4 وات. يعني خد بالك انت ما حسبتش التوتال باور، انت حسبت بس اللي خرجت من الاريا دي وراحت للاريا دي بس بالراديشن، فالرقم عشان كده طلع صغير يعني. تمام، شكرا جزيلا.